طيارات من فوق، دبابات، غواصات بلوطة، وهو هكاك مسركلين بيه وسيي بشو قتلو؟ سيي شد رشاش فون دام بشو قتلو جدي؟ وهتلر يصب الزيت وين شو دخلنا في الزيت تو؟ شتي هتلر وصل لغاديكا قصر هكا الجدي هتلر هاي قال له تونيزيا بالألمان قال له تونيزيا عمل هكا جدي حشم قال له دو سيرس قال له قال له سيسي قال له ويس والله راسي يوجعني من الكذب وتحملوا بعضهم بالحملة شنو هتلر يبكي وجدي يبكي ما قراوا مع بعضهم في البزار شكون جدي وهتلر جدك قرا في البزار هاي قرأ اسمه التشكيلي جدك قرا في بوزارة ريت شرغم هتلر هذاك بروجي فانديتي نتاع جدي لا يرحمه الله هكا هو خسر هتلر جدي قالوا يا ساسي تو احنا عشرة وكذا ومنا وقارين مع بعضنا ما يصيرش نحاربوا بعضنا قالوا ولا غالبا نعطيه كلمة للفرنسيس وما نجبش نجبد به ويهز جدي حصان وقالوا ما لا تعرف كيفاش عنده حصان مالا على شنو حارب جدي عنده حصان مالا حول ولا قوة إلا بالله قالوا تعرف شي كيفاش برا ما لا أقص ربي على روحك راهو تتشد مرة أخرى أني ما عادش نسيبك وهز جدي حصانه زربكو جد من حصان جدي اسمه زربكو زربكو وتعال الحصان ودخلت عليه أكل بي إيش وخمسين هذيك 52 يعطيك الصحة وتضربه بالعنقودي يتقسم الحصان في زوز جدك ليه لا جدي ما تقسمش الحصان تقسم في زوز هو لا يقبل القسمة جدك اشتر مشاي بعر واشتر مشاي نهج مشاي الأولاني شنو اشتر الحصان مشاي بعر على روحه والآخر مشاي نهج على روحه ويعمل جدي رولات في الهواء فروة في البونتة متاع جبل الهيمالايا يعاود دخلت عليه البي اتش 50 تضربه بالعنقودي يتكركب جدي يتكركب عندي كي توا وقتها لو 19 جويي وصل لو 19 سبتمبر وين؟ لدارو هو يتبرق واو شبيك سارق 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 سارق, سارق. دي لحظة يا ودي لا فوز سارق اي الحمد لله يا ربي في بالك اللي نحن نحلمو شو نحن؟ نحلمو لحظة نفسر لك ايش سارق ايش 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 هذا صباح صاحبي الله المستعان لحظة طلع احكي لك يا ودي ما مرة فات تخلبصت ماشي في بالي سارق من جد طلعت نحلم همش تحكي لك تفاصيل كيفاش صارت نار حلمت سارق في داري نورمال وتحوس من غرفتي ولا هو بسيط سايبك هكا سارق هكا ثم سارق هكا يطيب ويصنف وشيخ وعامل جو وزيد يعايط فسر انت شكون يا ولدي انت تو تحلم لا فقط ما زلت تحلم لا اله الا الله بس نعلم تحب تعرف كيفاش همش وراك كيفاش اللي يقول سارق يقول سارق فيدو شمع صحيح وين شفيتي فهمت توا والله فهمت معناها الواحد توا ينجم معناها تبي نسير يا ودي حلم انت بالزوز تحلم ويرك يا بيه لاباس عليك والله يحفظك صافا امورك لاباس جوي بيه ان شاء الله ما نكونوش عطلناك للسرقه ولا محلاه سارق محلاه سارق اونيت وراجل كابابل ثم ناس راهي سراق وما هيش ظاهره في بلادنا قليل من يقول لك انا سارق راه لا هذا يقول قول انا سارق ولد سارق عيد عندي مشروع في راسي هزك يا طبيب يا عيد قلت لك عندي مشروع في راسي يا عيد مش غرز في راسي تعرف ما يتوى الدنيا مسكرة ويمات حجر صحي علاش ما نعملوش بروجي هكا مشروع ندوروا به الدولاب هاي فكرة خمم يا مبروك خمم يا مبروك أنا خممت الحق باش نحلوا قهوة بيعوا قهوة هكا مارشي نوار فهمتني العباد الكل توا تنهض على القهوي فكرة به تعرفش كيفاش هيا نقز كل غزيل أما ما تبطعش خاطر ما عادش وقت على الكوفرفور أو به تجيب لنا طرف بن من عند العطار امشي شكون قلت لي بن قلت لك بن شكون دمخك يا العيد ها انت نعمة من عند ربي يا العيد انت نعمة بعثها لي ربي يرحم ولديك اي يا العيد القهوة باش تجيب بالحليب
والحليب شنو نزيدوك باش يولي قهوة. سك والسكر شنو نزيدوه باش يولي قهوة. خرجنا حومة كانوا نعصروا فيه. تعصر في شكون؟ نعصروا في جدي. يودي أعصر يا جدي هي، أعصر يا جدي. خرجنا منه 82 برميل زيت اللوح. أوه. من شكون؟ من الخلعة والشورت بتاع جدي كسرنا. ها؟ لاباس وزوز بدين صغار. قويت شوية راك يا نسيبي قعمور. سمحنا سروق. سمحنا عطلناك شوية. أي. برخو يختم على روحك الله المستعان. تسحق اي حاجه بعدك حكايه جده دي حلوه يا ودي. طريف طريف اي خويا خمش نخدم على روحي وقيت عايشك سروق عايش. اسمع مرجيج انا بزاف حكايه الدلاعه كي تقول لك اي طيحك طرجيك. اسمعني باش بزاف باش نجي للدرجه دي. ربي يبارك سروق اخدم على روحك. درت حل الاحلام الكل درت ولقيت حلمك كيما حلم. ودي عائله طيبه رن عائله طيبه. باش نبدا بالتلفز. اي هز التلفز. اسمعني سروق عرفتك جارب بعد ما تقربح الدار الكل كمل هز نسيب يدي اسرقوا رطحني من كذبه يرحم والديك. والله ما ظبيني مش معك. شفت خويا شفت العصر اللي عايشوا فيها. خليت لي حلمه فيها هكا معنى. اسمع نعيش في عصر السرقه جار خويا. مرزينه تعمل زملين هذيك تعمل اكثر هذيك هذيك تعرف بالله. اقعد لحظه سروق هذيك اخويا خذيتها بالكمبيالات فهمتني. لا لا لا. مبروك عليك سروق. هاي تنرجع هاي هاي يرجع الله المستعان صاحبي. شكون هذا؟ ما تخافيش يا مدام. سارق 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 وقعدت في السقوط. يا نور يا نور يا فتي اقعد اقعد تفسر لك فسر لها ايش اقعد سروق. سمعنا بجرب براس سمك فسر لها بيه. سمعنا سروق دل فينا هك. اقعد سمحنا زيدا يا بنتي اسمعنا. لحظة لحظة خليني انا فسر لها. شوف يا اختي احنا طورة ومش بالحق قاعدين نحلموا على دو نحلموا. شنو نحلموا؟ شنو تو باش تهبلوني؟ نور عايش بنتي ريت شدوية. امي عندي قدام سمعت صوتك يا امي. يا بنتي نسيبتي باللي جيت تشخر لا نهار تكلمت كلمة يا تو نطقت. حلم ولا مش حلم هذا؟ حلم. برمش يمشي امشي مش تنجيب لك انا الدواء بر. لا سامحيني حاجة شوي. ولا وليت مولى مشاريع يا مبروك وحليت القهوة. يا العيد العيد هيا يا العيد نكلم فيه كراني توا القهوة حضرت المشروع بدي يا سيد. اتحرك جيب لنا الكليونات. يا العيد اتحرك. سلامة القهوة الثانية طلوز السكران البلقين أبا بروك. خور يا العيد. ها جايب لك ليمونات. قلت لك كليونات كليونات. اش معناه؟ معناها حرفاء معناها عباد تجي تاخذ من عندنا القهاوي. عباد من الحلمة جاتنا على قد قلوبنا. على قد قلوبنا يا ودي هز لي ذهبي. يا بنتي شبيك تكعرر يا بنتي. نحلمو نحلمو يهديك في الواقع تلقى ذهباتك. يا خويا انا جيبني انا نحلم ما نحبش يهز لي دبشي حتى في الحلم. يا بنتي اش بك تكيخ من لبرج دبشك سرقه في الحلم. ماكش فاهم هذا حلم غدوه تلقاه. وتليفوني ما زلت ما فرحتش بيه. برا كيفاش نفسر لها انا تو ما عادش نتكلم انا اخويا. لا 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 الكوشه لا اسمع الكوشه يرجعها حتى في الحلم ما يهزهاش. شنو تو خلينا نخدم على روحي يعني. سروق امسحها في انا اخدم على روحك اخويا. ايش بيك يا اخي؟ قولي سرق سرق خليك تب حاجتك بيه. انت هادي ما عندي باك السنان. ربي نجحك ان شاء الله. ربي نجح. ايواش يا زينيقي اسمع جيبك اللي سيزي هاني صاي راني نميت الدنيا كل في ساعات ما تبطاها شي. هاي فيسع 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 يا قعمورة قعمورة وي يدي يدي معي فيش. اي فك عليها فك عليها. هاي عاد شنو تو شنو تو ولا تعبت من الهزان. هز معي الباك هز معي السرير هز معي الجراية. شنو هز فما شنو انتي شنو انتي تحلم ولا نتعب؟ شبيك يا اخي؟ شنو شبيني خلينا نعاون في السراق انا؟ شفت خوك ولا ايه؟ يخرن في الدنيا وفي الحلم نورمال في مخك بيان سير تعاون السراق. هاي سيدي احنا لو كان المواطنين ما نعاونوش السراق. السراق كيفاش يجي يسرق وتراه؟ والله رحم ولدي برا يدي معايا سروق جاي خويا يمشي عاد حتى يزرب شويه راك. اي شد لو راك لو عاش خويا ربي يكمل لك صاحب بدنك. وقف وقف معايا لهنا وقف لهنا وقف لهنا. صحيت اي صحيت. اسمعني انا بيت النوم. اي اسمعني قربح الكل بريك
ما تخلي حتى شيء. تشبيه شنو هو؟ اسمع سيبي شنو رايك هكا نحليه الحلمه شويه نطلب له الحاكم. والله فكره ممتازه. امشي على السيسبانس بيه. 190 يا 190 تاع كورونا 197 197 الو الحاكمه بربي عندنا سارق في الدار يسرق جهار بهار في النهار. سب القهوة يا مبروك. ها مبروك. ها العيد. هاني لقيت لك بيعة تعمل 66 كيف. كيفاش؟ ايه على الأقل على الأقل لازم تحضرني 15 قهوة. 15 ضربة واحدة؟ هاي كيفاش لقيتهم؟ ها لا أنا ما لقيتهمش هما لقوني. كيفاش؟ هنا نلوز على العباد وكفوا لي 10 كراهة. قالوا لي فاش تعمل هالزمان. قلت لما نبيع في القهوة قالوا لي هزنا معاك. هيك هاو هاو مجيو معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا زميم بيع في القهوة انت؟ اي الله يبارك. شنو هي قهوتك سيدي خويا؟ عمل لي عمل لي اكسبريس بزيد متراك. عمل لا نعم ما سمعتنيش. اكسبريس بزيد متراك. اكسبريس بزيد متراك جديدة القهوة دي؟ لا لا ها دورية جديدة تبيع في القهوة خلصة مخالف القانون. اي اي معي المركز. اي يا عيد الله لا يوريك عيد. اي اي تنحكيو في المركز. اي يحيى الامن. هاي تفضل. هاي هذه السرقه نتاع الكل. جيت السنه في الكاميون شعبي. ثم سرقه صارت في الدار ما تمسوا حتى شيء حتى تجي الشرطه الفنيه. لا 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 يسخروا بالحق يسخروا بالحق. حلم اخويا حلم. فيق يا مدام ماهيش حلمه هذا واقع. واه واقع نهري عروسي مش قلتوا لي حلمه حلمه. اسمع اخويا السرقه هرب من هنا. عمل بوليس راهو سرق دخل بيتي وهرب من البركون. شفت كي حميتك من البوليسية في بالي بيك راولي انتي سارق ماكش جل قلص. كيفاش عرفت؟ وقتك لعبنا غميضة انا وماما وبابا شفت ساقيك وقت انتي متخبي ورا الريدو. تذكر كي غطيتني زيدة ودرت على جنبي وقت انا فايق. تذكر كيف حطيت البشكوت متاعي ما لقيتوش بعديك. ماني جيعان خاطر صحة وبالشفاء. اخي انتي شو اسمك؟ سالم. طنطن سالم مش قلت لي السرقة حرامة هاك تسرق انتي. ماني ما لقيتش خدمة ولازمني ناكل. تلقى خدمة وتعرس وتجيب صغار وتكون مستقبل كبير برشا. انا معناها نعرس ونجيب صغار. اي ويولي عندي سالم صغير. اي وسالم صغيره زاد. باه نوعدك نولي نخدم على روحي ما حدش نسرق جمل. باه طنطن سالم صحيت. انا تو لازمني نمشي مادامك فقت بي قبل ما يفيقوا بيا دارك. والله نستغرب بالاتعجب بالاتفاجأ بل مانا انت وانتوما انتوما اولياء انتوما نعم يولدي رو عادي وليت محصور مسكر عليه ما خرجش مشاش المدرسة ما شاف صحابه وانتوما كبشتوا. لا هذه لا واسكت اركع اهفد شنو قداش مني الوليد ما تلعبش هذية ناحي البورتابل ناحي السكرابل ناحي الشيترانج ناحي نارشو شنو مش عمل الوليد شنو مش عمل شنو الشغلة؟ عقرة 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 قديش الشغلة قديش؟ الوليد راهو يزم يلعب شوية سي نورمال سي نورمال باش يدخل بعضه باش يتنرفز باش يلقى نفسيته منهارة. يا ناري على ولدي ولا هيك ساكر فمك خليني نكمل كامل صباح. الوليد يزمو يزمو يتحلوى يزمو هكا هكا تحذيه
تفهموا شبيه وقت اللي يقلق تحاول كيفاش تضحكوا كيفاش تلعبوا كيفاش تدخلوا الجو. الرجل مخلوق هناك وزيد عنده بوك في كنتي بايس واحد عنده بوك في كنتي وتحبوا ضربانا يديروا من مره في الراجل هذاك بايس سامحني يا خويا سامحني نورمالي ترجق ديال ترجق منك واخذ شويه سامحني ليش انا وعليا سامحني ما تجوني كمل ولي شو سامحوني والله دخلتوني بعدي عندك شي حل اعطوني خمسه دقائق خمسه دقائق الوليد لما نرجعوا يجلجل لما نرجعوا لحالته العاديه زعما ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي القامور ما يلعبش راهو اختي هات 200 الف تاع شنو شنو تاع شنو خي ما باش نرجعوا هكاك نورمال عادي من غير فلوس عندي شويه عندي شويه مصاريف عروسي راني اختك راه ايه على خاطر اختي مش باش تدفع وحدك راجل تزاد مش تدفع 200 الف نعم نوري هذه مسألة مصيرية تحبوا الوليد يرجع نورمال ولا حبوا يرجع نورمال امشي 200 هيدفع على 400 انت تو بعد نتفهموا شهيق الزفيرق زيدني شوية شهيق اعطيني الزفيرق خذ الفاس بالكدا خذ الفاس بالكدا خذ الفاس بالكدا برافو 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 توا باش نبداو النفخان باش نبداو النفخان ركز معايا بالكدا صحيت خذ نفس عميق نفس عميق انفخ برافو انزل على الابيض انزل يا ولدي بالحوت الله مسلي على النبي على ابروش ولدي صيي خالي تعبت شو تعبت تعبت تقطع عليك نفس كاو تك شويه تك شويه دكتور شنو يحول ولدنا طمنا شو باش نقول لك سنوري ولدك نشاز على الاخر والله لا ثم نشاز قدك بسم الله على ولدي اخي شنو هي المزود اللي كنت نسمع فيه انا حبيت ندوي بالموسيقى بالمزود يضر شيء لا بريد لا نشاز ياسر نشاز فكره باهيه اما علاش انت تختار له الموسيقى اللي باش تداويه علاه ما خليتوش هو يختار وحده مزود اوبرا ولا غيره اوبرا مزود اوبرا نورمال توا نورمال نتعاملوا مع السيد هذا معناتها التجربه بتاعك انت فشلت فشلت اي فش تستنى شوف واش نستنى رجع لي فلوسي شي رجع لي فلوسي يعني. بربي سامحني تو ولدك تهزه لتبي يعمل له فوزيت او تدفع عندي الفليسات وبعد ولدك ما يبراش تمشي للطبيب تقول له رجع لي الفلوس ما نقولوش رجع لي الفلوس خاطر هذاك قاري 20 سنه بعد الباك هذاك قاري عالم مش رعواني مصدق متحيل كيفك صفا 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 طوينا بعقلي نخلي امل اختي طبيبه ومعامله على عروسي خويا الخرطر امل امل متاع معده هذيك وانت فاهم هي وحق ربي لا ثم معده قدك وانا نعرفك ان شاء الله بركه نتحصل عليها الطبه ليامات هذيا ما ينجموش يتكلموا حتى كلمه أمولة شنو أحوالك؟ لباسة؟ سمحني يا إلهية مسايلش يا روحي شنو أحوالكم لباس؟ ماما لباس؟ خويا لباسة؟ اسكت شنو أحوالكم توا؟ والطبة لباسة؟ فيسا 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 نسلم عليكم نطمن عليكم ونسألك سؤال صغير قولي شو فهم؟ عمر ضرب ديبريسيون كبيرة وحش بيه عمر اللطف على ولدي هذاك فد مسكين من القاعده في الدار الصغار كلها هكاك بربي لا يزي لا ما غير مدرسه وما فماش لا خروج لا صحاب ولا حتى شيء باش يفد ديبرسيون هذه ما تكون كاين منكم انتوما كيفاه منا احنا طفل قلق في الحجر الصحي في الدار العبوا معاه عملوا ديزاكتيفيتي في الدار نعرفش تيا عملوا مسرحيه في الدار بالك شي يتفرهد هكا سبا شنو اللي سبا شنو اللي سبا من القصص الكل ما تختاري كان القط والاسد نورمال وتزيد تحطي راجلك قطوس وهذا النذل تعمليه السيد هكا شو تحب الاميره النائمه وسنور يجي فايقها لا 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 المسرحيه دي عاد روعه القط والاسد اما يا رسول الله تخرجوا هو بطل عزيزي قط صور بطل نبول وقت يولوا فيهم لقطات ابطال والسيوده ادوار ثانويه يلا 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 عزيزي سمعني توا صوت لقطات ستره ما يقبلينا ماو 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 ليه يا نوري ماكش فاهم دورك مليح هذا دور قطوس زوفري بتاع الشوارع يا ولدي انت دورك قطوسه فينو قطوسه هكا معلقه نتاعها بنينه شنو
قطوسة؟ هي. لا خويا ما نمثلش قطوسة أنا لباس. تيعات كل مرة عاملين لنا مشكلة. خير شكون تعمل فيه هذا؟ مول ولدك اخذ قطوسة. يلا عاد يلا عملنا لنا تمعوي قبنين على خطر عمر ريا. ماو لا بقي قطوس وعايق هذا. ماو برافو صحيت نوري صحيت والله قطوسة وحلاها. انت في دور الاسد النائم وساعة ساعة يزقر. سمعني زئير الاسد ده. اسمع زئير الاسد ملك الغابة. يوم تسحر تجينا مات يوجعتني. خليك الاسد النائم على طول اوكي. نمشي نعيط العمر ونبداو. رايس كاتشي تولا نظرتك. شفما ريقت الشباب قوم جيب لنا الخبز نبيتهم غير عشية الليلة. في الغابة الجميلة هنالك قطة رائعة اسمها مياو وهنالك أسد نائم. بينما الأسد نائم قفزت القطة بحثا عن الأكل. مياو اقفزي يا قطة اقفزي يا قطة. بقيت القطة تقفز وتقفز وتقفز ولم تجد شيئا. بينما هي تقفز اقفزي يا قطة الجميلة اقفزي. بينما القطة تقفز رأت عصفورا فوق الشجرة. الحمد لله شاء الله ربي خلصوا حالنا. فقفزت من الأرض إلى الشجرة فطار العصفور إلى الأرض. بجاه ربي فقفزت القطة. تضحك نورة برحمة لعز عليك تو نورمال. سمحني نوري سمحني. فقفزت القطة إلى الشجرة. نجزت فوق الشجرة صحيح. طار العصفور إلى الأرض. تو يلعب نلعب مع العصفورة. قفزت وراء العصفور إلى الأرض. أقفزي من الشجرة إلى الأرض. تشبيك يا نورة تعليه كبر الصمك تو طب مش نضحكوا طفل ولا مش نضحكي انتي تنقز مبلدك مررت انا المسرحية تحفظ بيه سامحوني يا مان بيه هاي وبدليه العصفور بيه مذي قفزت مرة ثانية. وين قفزت الله لا تربحوا العصفور ذي. اقفزي بينما هي تقفز يا عمر رأت فأرا لتأكله. ابرك ارحم العصفور ذي. فقفزت من روح غرة قفزت لتأكل الفأر.
عمر عمر ضحك عمر يا ضحك اقفزي يا قطة يضرني ذيك هي اللي ضحكت اقفزي 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 يا قطة اقعد هكاك اقفز اقفز حتى نفقد العشاء وأني راجعة الله لا تربح الفيران عمر عمر عزيزي اي وينك هيا اوه بقي هو يا ربي خليك لي يا ربي إلى أحسن إنسان في الدنيا دنيا توب التيكة تبالي يا ربي يخليك يا وليدي أيوة باقي باقي محلول البرسية عيشك عزيزي على الكادو عيشك أنا كادو الكادو اللي خليته لي قبيله ما عندكش فكره قديش عجبني ان شاء الله تكبر وتجيب لي برشا كادوات والورقه عجبتني الى احسن انسان في الدنيا اما كان كتبت لي الى احسن ام نطير بالفرحه اي القصه نتاع البارح شو اسمها الاميره النائمه صحيت برافو اميره النائمه حبي نوري وينك راني مصبحه أميرة النائمة هذه مش نائمة وصلنا احنا بينما كانت الأميرة نائمة اكتشفت الأمير بجانبها شلقت بيه شقلت قلت حتى قلت شلقت بيه ما تعود فيها تعود فيها يا وليدي يا وليدي هذه كلمة تقولها هذه منين جبتها منين الربي 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 بعد تقول لي كلمة كما هذه منين جبتها نسيت من الانترنت لا لا مش من الانترنت من منين أنا ما خليكش تلعب في الشارع منين؟ في الدار يعني اليوم نعرف منين جبت الكلمة هذية وبعدها نعرف حسابي معاك عروسي 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 قوم يا عروسي قوم قوم شو فما شو بيه؟ قوم اش تحب آخر شنو اللي تحبه تما راهو أنا قريب باش نموت نحس في روحي كارثة صارت لي بعد اللي عملته الكل هكا يصير فيا اش فما انا اش بيك قول اش بيك اش فما من غير سؤال امشي لمليك الطامه والعامه له له وكل عيد ومبروك ومعاهم النوري جيبهم توا لهنا اوكي اش فما ان شاء الله خير انا اقسم بالله الدار هذه باش تهبلني سي ليهو ليهو ما ثم هوري انت تعرف علاش عيطولك هنفق تبليت وتحكي بالحق تدارك دوان اش نعرف قلت العبد المولى الدار ما نعرفش علاش ليه مبروك على جيبوك ماني عارف يا ليهو ليهو عيطولي جيت العيد انت زاد جابوك ليه جاي بابا الله يرحم شم جايب يا العيد نقصد علاش لهنا مش خير من لهنا بصحة لبدينا مبروك يا العيد اقسم بالله كان ما جيتش ولد عمي نهزك للصحة ونضربتك في الشجرة ونبدأ ندور بسطل نقول لك ما تشربش
سكر فمك العيد وسكت. اهلا وسهلا يا سيادي. هلا. سلاو لاو زهرتنا البركة. يلا السلامة بيك. شوف الانكار ما يفيدكش. شكون في احسن حل انك تتكلم؟ انت انسان على روحك. عندك حد الزبالة مسكوكة فما تدخلش روحك في حكاية فارغة. هتلعب على بالك كل شيء ولا هي تسبك السبا العيلة والرجال. تكلم خير لك. اقسم بدين الله لو ما تحبش تصدقني اعمل اللي تحب. والله العظيم اللي قتلت. شكون اللي قتلته؟ من عشان تحكي. اجات المعلمة تو تعرف كيفاش تخليك تتكلم. مدام مش فيك؟ مش سألك سؤال؟ جاوب قد السؤال. واضح. هنالك أميرة نائمة اكتشفت بجانبها الأمير. هاي؟ شنو اللي هي؟ كملت الجملة. لا لا. علاش لا؟ جملتك ناقصة. اش ناقصة اسمك؟ ناقصة ثم. أميرة! كلمك! مش نحكي. سي بون. بالله مش تطلع مش تطلع لي اعصابي انت راه والله مش تطلع لي اعصابي انت شلبك فيك سايبو يا عروس. ركز معايا عايش ولدي ركز معايا. انت تول باهي انت انت كي تشوف حاجه في العماره لهنا وتمشي المبروك باش تقولها له اش تمشي تقول له فهمتك مدام. الحمد لله. قول له ثم حاجه ما نقولوش ثم صم. عيب يا مدام راهي خطر جد في ليلتها سميرة أخت. سميرة أخته جد. سميرة أختها يا مدام هذه تقرأ. أنا شو مدخلني في سميرة يا ولدي؟ موضوع آخر موضوع آخر نحكي فيه. لحظة لحظة يا نورة برسم لحظة. إيه جات سميرة شو سميرة أول كلمة قلت هذه أنا ما عرفيهاش الحق. أنا ماني مبروك العسير أنا ما عرفيهاش. قلت يا مبروك يا خيال. أنا مثلا مدام كان قلت لي الأميرة نائمة ففاقت من النوم فلقات السبالة محلولة. نقول له سمير له له عنده دخل. كان القرطيل المسكوكة متاع المملكة راهي ما زدودة. نقول سمير له له وعنده دخل. كان قرطيلي مثلا الأمير لفابو متاعه تسكر. نقول سمير له له وعنده دخل. أما الحكاية اللي حكيتها لي ما عنده حتى دخل سمير له له وأنا واحد من الناس شاكك في الوناس. يا ولدي ما فماش واحد ما في بالوش به. عطار جزار الخضر نجار الكل يعرف قصة أميرة. أعطيني شكون ما يعرفش قصة الأميرة النائم. قصة شكون؟
يا ولدي الأميرة النائمة اكتشفت بجانبها الأمير. عوضني كلمة اكتشفت وكعوضك المطلوب. الأميرة النائمة؟ صرت حكيو عن القصة بتاع الأميرة النائمة. خرف هي الأميرة النائمة بتو بتتفهم ونستوعب. يرحم والديك وبارك الله فيكم. اي سيديها الأميرة النائمة قلت اكتشفت الأمير بجنبها. ايه عوض كلمة اكتشفت. ايه اشكال عليه نعوضونا سيدي كلمة اكتشفت. الأميرة النائمة اكتشفت بجانبها الأمير. الأميرة النائمة فاقت بالأمير بجنبها. فاقت مثلا زيني كلمة أخرى ترح زيد كلمة أخرى. والله نشد عليك أنا كلمة أخرى. فاقت الأميرة الأميرة النائمة. ايوه هاوكا كيفاش هيا شمت ريحة الأمير فقت. ايوه خاتي هذي خرجوا علي البر. اسمعني تخرج البر وما تغادرش حدود الوطن حتى نكملوا البحث. عندك حجر سفر. انا انت بلانا يدي حد مقرينا حجر سفر شني جويني حال لفمي مانيش عروس. اي اسمع تن علي ذي سبونه نظيف. لازم اليوم نعرف ولدي منين جاب هالكلمة شلي قطبي هي ذي شنو غريبة. إن العادة كي نخزر الواحد من عينيه نشلق به اللي هو يكذب. شكرا.